السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو هو اللي بهد كثير من الناس حاولوا تشاهدوه حتى النهاية، وما تنسوش ديروا جيم وشكرا. خوفا على حياتي، مش عايزة أتقتل زي فرق فودة، وطبعا مراعاة للشعور أسرتي متدينة جدا جدا، وطبعا مش عايزة أجرح شعورهم لما بتكلم في حاجات خاصة بالأديان بيزعلوا، فأنا مراعاة لشعور أسرتي. مصر كلها تزعل برضه دلوقتي. مصر كلها بالعكس، انا جايه مخصوص عشان مصلحه مصر. انا مش ملحده. لكن بتقولي ان مفيش قران كريم. انا بقول محمد كتب القران. بقول كده، بقول محمد الف القران اللي هو، ومش بس محمد، ده كل الكتب. أيوة، سيدنا المقدسة. محمد عليه الصلاه والسلام. انت مش مؤمنه ان هو رسول؟ لا، انا مؤمنه انه عبقري، معبقري ومصلح وفيلسوف وقائد عسكري وانسان عظيم جدا، بس هو اللي الف القران، وما فيش حاجة اسمها وحي، وما فيش جبريل. دي أهم نقطة أنا جاية أقولها النهاردة، ما فيش جبريل. لكن مش رسول الله. ما أنا بقول لحضرتك، هو ما فيش حاجة اسمها وحي، ما فيش حاجة اسمها. ما كانتش وحي بقولك يعني، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مش رسول الله. لا مش رسول طبعا، ما هو بدل ما فيش وحي وما فيش جبريل أكيد هو مش رسول، يعني ده طبيعي. لأن قررت منين إن مفيش؟ نعم، قررت منين ان مفيش جبريل؟ مفيش. هو مين اللي جايب؟ مين اللي هو المفروض، مين المفروض بينقل كلام ربنا للبشر؟ جبريل. فاذا كان جبريل هو اسطوره، يبقى اذا مفيش. قررت منين انه اسطوره؟ ان هو مفيش دليل علمي على وجود جبريل. انا بقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ماشي، وبؤمن بكل كلمه وكل حرف وكل حاجه في الكتاب. لا خلاص، بس انت مختلفه. انا لو مختلفه في ايه؟ اقول لك مختلفه في ايه. الفرق بين الإسلاميين وبين رهام أن الإسلاميين عايزين يطبقوا تفاصيل. أنا عايز أطبق تفاصيل شرع الله، لكن أنا مش مع أن إحنا نقتل اللي مش عايز يطبق تفاصيل شرع الله. لا، بس هي التفاصيل. أنا أتمنى أن إحنا عادي يبقى شرع الله مطبق في كل حتة، والخمرة تتمنع والكبريهات تقفل والناس عادي. أنا مسلمة فلازم أطبق شرع الله. يعني أنت موافقة أن إيد السارق تتقتل تتقطع؟ طبعا موافقة. طبعا. لا، الحقيقة دي حاجة غير مسلمة. إذا السرقة تتقطع والزانية تترجم وطبعا. لا لا لا، ده كلام طبعا موافقة، لأن لو حصل، لو إحنا طبقنا الدين في كل حاجة في الدنيا، لا مش هيحصل حاجة. لا إزاي؟ أنت ليه بتدافعي عن الأساطير؟ ليه بتدافعي عن الأساطير؟ لا أنا ما بدافعش عن الأساطير. لا، جبريل أسطورة. من حقك تقولي رأيك، لكن مش من حقك تقولي عليها أسطورة. أسطورة. ده رأيك. أسطورة. ده رأيك. أنت مش مؤمنة إن في الله بجد؟ لا مؤمنة. ما تقعديش تدعي له. لا لا، ما بدعيلوش، لان ربنا ما بيستجبش. ازاي مؤمنة بوجوده وهو مش بتدعيلوش؟ لا، لانه ما بيستجبش، ربنا ما بيستجبش. ازاي يعني؟ هو كده. شرفك يعني. انا دعيت كتير وما استجبش. عشان مش هستجيب طول ما انت بتفكري كده. لا، ايام ما كنت منقبة وسلفية ما كانش بيستجيب. ما اكيد قلبك ما كانش طاهر. لا، قلبي كان ممتاز. طب انا بالنسبة لي انا بيستجيب لي جدا، يبقى ايه؟ لا، هو ما بيستجبش، ده هي مجرد يا تصدف ان اللي انا بطلبه بيجي بالظبط. لا بتصدف، وساعات يجي وساعات ما يجيش. مش معقول 100% من اللي بتطلبيه. لا، انا كل اللي بطلبه بيجي. يعني لو طلبتي 1,000,000 جنيه اكيد مش هيجولك. يعني بيقولي والله. لا مش بيقول، والله العظيم بيقول، اقسم بالله العظيم بيقول. وانت اللي بتتكلمي عن جهل، مش الناس الباقية. لا والله جهل. انت اللي جهلة. انا اللي جهلة يا ستي؟ شكرا. ما انت بتقولي انا جهلة زي مصر كلها والوطن العربي كله. وفخورة اذا كنت بقول ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول، فانا فخورة ان يكون جهلة. ما يصح. وهتبتدي تغلطي حرام ماشية وسايباني. اعتذري. اطلعي برا. ايه؟ اطلعي برا. فكي المايك برا، فكي المايك برا. وطي صوتك ومسح. انا بقولك فكي المايك بره. ما يصحش تتكلمي بالطريقه دي مع الدكتوره نهى. فكي المايك. اتقدمي مع الدكتوره نهى. فكي المايك بره. اتقدمي مع الدكتوره نهى. اسطوره برضو. اتقدمي مع الدكتوره نهى. فكي المايك بره. يلا خدوها بره يا جماعه. اتفضلي. انا اسفه اني جيت كلمت واحده زيك. انا اللي ضيعت وقتي مع واحده مجنونه.